تفضل أخت فيفي. عايزة أقول إن التلميذ لازم يكون ليه شركة مع الكتاب ومع القعدة مع الرب، زي ما اللي كنا بنقول في إنه في يوحنا 15 إن أنا بثبت في الكلمة علشان أكون تلميذ لي. وهو قال إنه بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء، مش هقدر أجيب ثمر، مش هقدر أثبت إلا لما يكون ليا قاعدة مع الكلمة، بشبع بالكلمة. وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. ولما بقعد قدام الرب وفي محضر الرب أنا بتغير، باخد من شكل المسيح وبعيش الحياة اللي بيقول لي عليها بنفذه. فلازم يبقى لي القعدة والشركة مع الرب في الصلاة وفي الكلمة، هي دي اللي تكبرني وتخليني أكون تلميذ. أنا حبيت الفكرة اللي ذكرتيها إنه لما بقعد قدام الرب أنا بتغير، لأنه عادة بنسمع ولا سيما في موضوع المشاكل يعني عاوزين الشخص الآخر يتغير، لكن بالعكس في كلمة الله أنا بتغير عشان أشوف في منظار إلهي في طريقة إلهية. مع الكتاب لما بيسطع بنوره عليا وأنا بقراه بيغير في طبيعتي وفي حياتي وفي سلوكياتي، فعشان كده لو أنا ما قعدتش أنا مش هعرف فكر الرب ومش هعرف أتغير. عشان كده دي حاجة مهمة جدا في اللي يكون تلميذ، لازم لي علاقة مع الكتاب ومع الرب وبتحد بالرب وبلتصق بالرب. أمين أمين.